بالمختصر المفيد، حنا اختي مازلنا في الموضوع ديال الفلسطيني ورباعتو، وما غاديش نساليو هذا الشيء، غنبقاو نتكلموا فيه اليوم بعد غدا بعد غدا بعد غدا حتى يوصل الهاشتاغ المسؤولين. هاد الفلسطيني هو ورباعتو خاصهم يخرجوا من بلادنا. انا ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء، وما له يسكتوا عليه ابدا. راني حطيت لكم الفيديو ديال قاسم الباهيه ملي تخلو هو ورباعتو، وحتى هذاك شبه المغربي اللي مشى معاهم ناشي راجل، غتعيش مدلول وغتموت مدلول. بزاف عليك تكون راجل، بزاف عليك تكون مغربي حر اللي انت مشيتي معاهم لقاسم الباهيه وشديتي التليفون وكتصور فيهم، وهما كينعتونا بالجواري ما الجواري في القصر. اين حرمات قاسم الباهيه؟ فين هما السلطات؟ قاصر الباهيه اللي ما شاء الله قدو قداش الشحفه، بالكم انتوما غير بلاصه الجواري، هنا يدخلون الجواري، هنا ينعسون الجواري، هنا يفيقون الجواري، هنا ياكلون الجواري. وابو احمد عايش الحياه مع الجواري. اش هاد الكلام؟ اش هاد الالفاظ؟ اش هاد الالفاظ؟ فينكم المسؤولين على هاد الشيء هذا؟ واش ما كتشوفوش هاد الشيء هذا؟ فين هما المغاربه؟ وانا كناشد السلطات المغربيه انهم يقوموا بالواجب ديالهم تجاه هذا الفلسطيني الحقير اللاقيت هو والعائله ديالو، اللي باع ارضه وباع بلاده. كون كان فيه الخير كون مشى يتحارب مع خوتو ويحرر بلاده، ماشي يجي عندنا حنايا وبقى يبهدل فينا في وسط بلادنا. لا حاسب ولا رقيب.